وينك امبارح واليوم الصبح؟ أنا امبارح الصبح كنت موجود واليوم الصبح كنت موجود. مو صحيح. أنا كنت عم راقبك من بعيد لبعيد بدون ما أخليك تشوفيني منشان أطمن عليك، وبالعلامة مازن ما بين. وشو قصدك من هالحركة؟ بدي أشوف إذا كنت اشتقتي لي ولا لا. وليش لحتى أشتاق لها؟ تصطفل. عموما ناتيا، أنت ما عاد في خوف عليك من مازن. شو قصدك؟ قصدي إنه مهمتي بحراستك انتهت. انتهت؟ ما على أساس بدك تحرسني لآخر العمر؟ طبعا أنا ما بتراجع عن كلمة قلتها. كيف وأنت؟ أنا كنت عم جربك لشوف إذا كنت نسيتي الكلام اللي قلت لك ياه ولا لا. يعني رح ضلني أحرسك لآخر العمر. نادية تسمحي لي قلك إني أنا بحبك؟ انت ممكن تحبيني؟ ما بعرف. لبين ما تعرفي انا ما بدي اياكي تفكري ابدا بالكلمه اللي قلت لك اياها، حتى ما تنشغلي عن دراستي، لانه لا سمح الله اذا ما اخذتي البكالوريا انا رح اعتبر حالي المسؤول. من هالناحيه اطمن، انا الدراسه اخذك العقلي كله كله، بس قلبي لا، وعقلي وقلبي متفقين، يعني لا تخاف. انا لي طلب عندك، بس مانك ملزمة أبداً إنك تنفذي. حابب شوفك برات هالشوارع، حابب أقعد معك حتى لو عرصيف. قبل الفحص ولا بعده؟ مثل ما بدي. فكر وبكرة الصبح برد لك الجواب. حاضر. بس أنا ما بعرف شي عنك. اسألي السؤال اللي بدك إياه وأنا بجاوبك حبيبي. جمانة. شو يا من هون؟ هلا برجع تفضلي. لا بخاف يطول. لا لا حلا يجي شال في أنسي. مو حلوة استنى بالمحل، شو بدهم يقولوا عني؟ أنا لازم شوفه اليوم. أنا تأخرت وصار لازم نمشي. معجومانة ما بتقول تأخرت. يا ستي ما تأخرت وهي قاعدة للصبح. يعني غصبا عنك عشان ما أزعل؟ أنت شو شايفة؟ شايفة انك بس بدك تمشي. طيب قلبك شو حاسك؟ يا من انا محتارة وما عم بعرف شو عم بصير معي. الحب ما رخب بحاله. يعني قصدك بتحبني؟ خايف قلك ايه تنصدمي، بس هذا مو معناته انك انت تحبيني كمان. بس انا بحبك. يعني انا بصراحة استلطفتك مو اكتر من هيك، ومع انه ما بحق لي لانه اختي جمانة بتحبك وانا بحبك. يا ستي بكفي انك استلطفتيني. ليش الاستلطاف شغلي قليلة؟ بس يمكن ما حبك. بجوز تحبيني؟ ما بقدر، طالما جمانة بتحبك أنا ما بقدر أحبك. طيب بدي أسألك سؤال، أنت ليش طلبتي تشوفيني اليوم برات المحل؟ لأني متوقع جمانة تزورك بالمحل، يعني حتى ما تشوفنا مع بعض. بس لهذا السبب؟ ما بعرف. لازم تعرفي مشان أعرف أنا كمان. طب أنت هلأ ما بتحبها لجمانة؟ بلا. معناته أنا بالنسبة إليك صديقة وبس. خلينا أصدقاء.
وانت فينك تعتبريني صديقك وبس؟ مو قلت عني قوية؟ معناته بقدر سيطر على مشاعري. قصدك تلجمي مشاعرك؟ ايه، لانه عيب نافس اختي على حبك، وانت حبيت جمانة قبل ما تحبه. طيب اذا انا وافقت نحن نكون صديقين، منضل منشوف بعض؟ طبعا. ليش انا بقدر ما اشوفك؟ معناته بدي اشوفك كل يوم يا صديقتي. يا حبيبي. ما بقى اجي لهون الا والخاتم بايدي. وين انسى جمانة؟ لك يا ابو جمال، يا ابو جمال، والله الدنيا ما فيها شيء، اللي بيعرف يعيشها هو اللي مبسوط، واللي ما بيعرف يعيشها كانه عايش كمالة عدد. اخي انا قبلان عيش كمالة عدد، المهم عندي تكون صفحتي عند ربنا انا نظيفة وبيضة. اخي فريض ان واحد من اولادك مرض وبده عملية، ما عاد يدفع له؟ اعوذ بالله من الفقر. اعوذ بالله، اعوذ بالله. شوف ربنا بالمرض ما بيطق حدا ابدا. طيب فرض انه بيتك احترق. يا سيدي عملت حادث بالسيارة وتكسرت، معك تصلحها؟ اخي انسى هذا الكلام، انسرقت السيارة. قديش عم تصير سرقة سيارات بالبلد؟ دعست واحد بالطريق وانحبست. او ولك اعوذ بالله يخرب بيتك على هالفال. هلا هاد بصير ولا ما بصير؟ ولك اخي صار ولا ما صار ولا ان شاء الله عمره ما يصير. لعمل المصيبة كل اللي عم بصير هاد وكل اللي عم تحكوه ما راح يخليني مد ايدي للحرام. لك شو بك ابو جمال؟ انو حرام؟ ليش انت عم تسرق حدا؟ لك اخي انا ما بسرق حدا ولا راح اسرق حدا. انا وين كون؟ رح اضل متعمشه بضميري عمشه وماسكه من فوق ومن تحت هيك وراصص عليه لحتى ما حدا يسرقه، لانه اذا انسرق ضميري مصيبه. لك فظاعة شو راسك يابس؟ لك اهل المثل قالوا الدراهم كالمراهم. يا سيدي واهل اليوم قالوا معك قرش تسوى قرش. ليش ما قالوا انه الفرصه بتجي للبني ادم مره وحده بحياته؟ لك وياما ياما قالوا وقالوا. لك ان شاء الله بتنقال اقوالكم بكل شيء قالوا حتى معكم. يخرب بيتكم ما سمعتوا بالقول اللي بيقول القناعة كنز لا يفنى؟ ما سمعتوها هاي؟ بعدين تعالوا هون، انتوا قاعدين عندي بالمكتب ما شاء الله قاعدين راحتكم بالحديث بدون اي مسؤولية، وكأنه انا مالي حاطط شيء مسجل وعم سجلكم هلا. لا يا ابو جمال، يعني شو بدك يعني نحكي اكثر من اللي حكينا؟ تأكيد يا راسكم، مو انتوا حطيتوا لي المسدس بالمكتب عشان تبلوني وشفطتوا العروض من عندي من المكتب كمان؟ لا لا، هو وصلت معك يا ابو جمال؟ ايه روح عم نحكي. لا لا، نحن اللي حطينا المسدس ولا نحن اللي سرقنا العرضين، غيره. لا غيره ولا غيراته اخي، خلاص هالصحبه اللي بيناتنا اخي بنفرطها، بنفرطها نهائيا. بلاها بلاها، المسبح اعتبروها فرطت وراحت حبات على جناب داخل الله. والله خير تعملوا لي شي مقلب ما اقوم منه. الله يسامحك يا ابو جمال. نحن لك انا لا، وطمنوا اخي هذا الشريط بالحفظ والصون، يعني ما راح ابعته لا للمدير العام ولا للشرطة، بس قسما عظما والله وبكسر الهاء اذا لعبتوا بدلكم معي مرة تانية لا ابعت نسخة لهون ونسخة لهون ونسخة لهون. ليش كم نسخة ناسخ؟ يعني شي كيف بلاكن عني؟ يعني ما راح تعطينا اياه؟ اي ليه؟ ولك حدا بيحط رابطه تحت السكين يا جماعة. ومع ذلك الشريط موجود عندي بالحفظ والصون، واعتبروه ولا كأنه موجود طالما ما عم تأذوني. طيب ومن هون لهون؟ بدكم تحطوا الشريط معكم حبيباتي لحتى تدبروا لي مكيدة ثالثة؟ يا لطيف، شو بتشوف أفلام يا أبو جمال؟ إيه لك يا حبيبي، لولا هالأفلام هاي منين كنت دبرت حالي معكم؟ يعني ما في فايدة؟ لا سيدي ما في فايدة، حتى لو دفعتوا لي مال قارون هذا الشريط ما راح اتخلى عنه، راح اضل حطه بالحفظ والصون، حطه بعبي هون حمايلي منكم. قوموا اخي قوموا، حاجه لعيتوا لي القلب تبعي. قوموا قوموا على السقف، روحوا على مكاتبكم، خلي كل واحد منكم يشوف له شغله. يلا قوموا قوموا. ماشي يا ابو جمال.
بس ان شاء الله ما يجي اليوم لتعطى اصابعك في ندم. لك لسه عم يهددني. اه يا ابو جمال لا تفهمني غلط، انا قصدي انك راح تضل فقير وتموت فقير. اخي نعمه، ها الحمد لله يا ربي نعمه. غيره امشوا امشوا شباب، قبل ما تمشوا ما بتطلعوا من هون الا صافي يا لبن. اخي صافي يا لبن خلاص. صافي يا لبن. ايوه وين لنثبت لك انه نحن احسن منك واكرم منك، بكره نحن اللي عازمينك على غدا. والله يطعمك الله يطعمك اذا بتقول لا. لا ما راح اقول لا، حتى لو قلت لا يموني حصتي بعشره. يلا الله لا يوفق بعد ثلاث عقارب. ايه بابا انت اللي مالك بالعاده تيجي بهالوقت، قلت لحالي بطلع لعند ابتهال وبتسلى شوي. ها وابتهال ما بتقر الا شوي. انت السادة انا اللي كنت عم قر. حكيتي لها عن اللي صار بيني وبينك؟ ليش شو صار بيني وبينك بابا؟ لا قصدي عن الدكتور وائل. ليش لحتى احكي له؟ مو رفيقتك؟ ايه بس ما صار شي مهم لحتى احكي له. بزمتك مو قايلة للدكتور وائل يتصل فيكي لعند ابتهال؟ بابا عم امزح ولو؟ عم امزح. لا والله ما انك عم تمزح. حتى لو ما كنت عم امزح بحق لي، انا ابوكي. بس ما بحق لك تهني هيك على الطالعه والنازله. بزمتك بزمتك مو جاي على بالك تتعشي برا البيت؟ انت اللي جاي على بالك تتعشى برا البيت. ايه والله ليش الكذب. وهلا مشان الغداء قومي اتصلي باللحام خليه يساوي لنا شويه تصفيحه. يلا حاضر.